رجح رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بيتر ألتماير أن يسجل العام الحالي رقما قياسيا في عدد الوافدين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا بعد فشلهم في الحصول على اللجوء هناك، فيما تظاهر نحو الآلاف في شوارع برشلونة لمطالبة سلطات بلادهم باستقبال اللاجئين. وبموجب تعهداتها للاتحاد الأوروبي فعلى إسبانيا أن تستقبل 16 ألف طلب لجوء.